مساء الخير عليكم جميعا. أود أن أثير عناية الرأي العام الوطني والدولي إلى مستجدات مهمة جدا ذات بالغ أهمية. أولا أنا اليوم أول مرة تنحضر لهذا الملف وتنتشرف أقولها، وأنا يعني منتشي أتشرف بالدفاع عن مصالح السيد أيوب العجل. أيوب العجل اللي صوروه لكم العائلة ديال تامي بناني وحش داري. لا لا لا، أيوب العجل مهندس دولة، شاب في مقتبل العمر، سليل، عائلة محافظة جدا، ماشي داكشي اللي سمعتوا عليها عن خطأ. وهانتوما غادي تسمعوني وغتعرفوا شكون هما الطرف المدني. اليوم ناقشنا الملف بحيث انه يكون جاهز، على خلاف الطرف المدني اللي ما بغاهش يكون جاهز ورفض انه يكون جاهز وبغى ياخره بعلة انه طلب من المحكمة انها تدير واحد الخبرة تقنية على الهواتف. وهذه الخبرة التقنية هي هاد الطلب ديال الخبرة التقنية تيدخل في الموضوع، ماشي في الطلبات الأولية المراد بواسطتها جهوزية القضية. ونبهنا الزميلة ديالنا الأستاذة زينب لهذا المعطى. في خضم هذا النقاش هذا على السيدة زينب، الأستاذة عفوا زميلتي المحترمة زينب، سؤال ديال فينا هو التامي بناني؟ قالت لك التامي بناني كاين حي يرزق، والهيئة سمعت هذا الكلام، السيد الولي الوكيل الملك سمع هذا الكلام، كلنا سمعناه، وحنا متابعين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. قتل من؟ تامي بناني المحامية ديالو تتقول لك لا ما ميتش، هو حي. إذا شكون اللي متابعين حنا من أجله؟ إذا المتابعة في غير محلها. أكثر من ذلك، واحد السيدة مستشارة قانونية، السيدة العيماني، اللي صرحت لنا خارج القاعة بأن هي بمعية الأم ديال تامي بناني التقايا التامي بناني وداروا فيديو وخداو له صور وعطاوه 100 درهم ومشى شرى ماكدونالد وشرى السجائر ومشى في حاله الى حال سبيليه، وتيطلعوا يتكلموا على انه مختطف وعلى انه مقتول وهما عندهم العلم بانه حي يرزق ليتابع مؤازري بالقتل العمد. تكلمت مع السيدة العيماني وقلت لها الله يخليك، اليوم الحياة وغدا الممات، واش ممكن تدخلي معنا للقاعة وتقولي هذا الكلام اللي قلتيه لينا تقولي للسيد الرئيس؟ قالت لي ندخل، جزاها الله خيرا، صحوة ضمير أعتقد. ودخلات عند الرئيس وعند الهيئة في جلسة علنية وقالت له التقيته أنا والوالدة ديالو وحكت له الأزلية كلها. طلبت من السيد الرئيس يعطيني الكلمة في الإفراج المؤقت لأن هذا الشيء خطير جدا. قال لي الأستاذ السناوي أنتم تعلمون أن هناك مسطرة؟ قلت له نعم. أنا غنوجه كتاب للسيد الوكيل العام بالموضوع مرفق بهذا الطلب وبهذا الملتمس اللي وضعت السيدة العيماني مع الصور والفيديوهات ديال تامي بناني. والسيد الوكيل العام غادي يربط الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة قصد التأكد من هذه الواقعة، وسنعمل على وضع طلب لدى رئاسة الهيئة من أجل تقريب الجلسة قصد التماس الإفراج المؤقت ورفع حالة الاعتقال إلى جلسة أخرى. هذه المسطرة اللي جاية مستقبلا إن شاء الله. اليوم عندنا مستجد جمع المستجد ديال تسجيل المؤازرة ديال الأستاذ السناوي. تنتمنى أنني نكون فأل الخير ماشي فقط على العجل أيوب والزميل ديالو، نكون فأل الخير كذلك على المتتبعين داخل المغرب وخارج المغرب لهذه القضية اللي خداو فكرة غير صحيحة عن القضية وفكرة كذلك وصورة غير صحيحة على أيوب العجل والزميل ديالو. لنا لقاءات أخرى إن شاء الله.
وغنتكلموا معكم بكل مصداقية وبكل شفافية وبكل روح رياضية. إلا كنا ارتكبنا شي فعل مجرم غادي نقولوها أمامكم وحنا رافعين رأسنا، ولكن إلا ما ارتكبنا حتى فعل مجرم غادي نطلب منكم أنكم طلبوا الله يغفر لكم على كل تعليق كتبتوه في حق هاد جوج وليدات، لأنهم ما تيستاهلوش منكم هاد التعاليق اللي كانت دارت في حقهم المسيئة ليهم والأسرة ديالهم والمحيط ديالهم. شكرا لكم جميعا. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24.